في جروب انا مشتركه فيه على الفيسبوك، ومنين ما ادخل على الفيسبوك الاقي يظهر لي صور من الجروب ده. الصور كده بتخطفني، اللي هو اقعد امسك الصوره واكبر واقول ايه الجمال ده، لا انا عايزه اجرب، لا وفضلت اقول انا عايزه اجرب، يعني كل ما افتح الفيسبوك واشوف الجروب اقول لا انا عايزه اجرب، ولانها بقى عندها حاجات غريبه وجميله وشكل الصور الواحد كده ايه اللي هو يجوع لمجرد بس ان شاف الصور، لحد ما جت اللحظه الحاسمه ويعتبر جبت معظم الحاجات اللي موجوده على الجروب، والحاجات ما شاء الله جايالي شكلها يفتح النفس، فانا قلت هجربها وهجربها معاكم، ويلا بقى ندوق كل الحاجات الحلوه دي. واول حاجه هجربها معاكم الحاجه اللي اول ما اشوف صورتها او كده ايه اتملى في جمالها، اللي هو فتت السينابون. فتت السينابون دي بقى سينابون بس يعني ايه مخدوم كويس جدا، وسينابون وتقالي ان هو جواه كذا صوص من جوه، لسه هاكل ده افتحه واشوفه معاكم، ومن فوق بقى شوفوا كميه الصوص والمكسرات. ادوق بقى بسم الله. انا بصراحه فضلت اكل من احسن المرات اللي كلت فيها سينابون، عايزه اقول لكم ان هي اصلا طعمها احلى من اللي بتبقى في سينابون بجد والله مش بجامل، بس هي فعلا طعمها جميل جدا. العجينه بتاعت السينابون حلوه، انتوا حتى لو عارفين بتاعت سينابون لقوا ان هي كده مورقه، لا بصراحه عجبتني جدا، من احسن المرات اللي كلت فيها سينابون، وانا مش قادره اوقف ولسه قدامي حاجات عايزه اجربها معاكم، بس بصراحه طعمها حلو جدا. الفته دي كلها ب 120 جنيه. تاني طبق برضو فته سينابون، بس دي بقى عليها صوص الفستق، دي طبعا اللي بيحبوا الفستق. طبعا على الوش هنا في لوز وبندق، في فستق، في عين جمل. بسم الله. دي كمان عجبتني جدا، هي نفس السينابون بس بقى الصوصات مختلفه، هنا ممكن المكسرات اكتر، في فستق ولوز وبندق وعين جمل، ودي سعرها 150 جنيه، و150 جنيه الثانيه كانت ب 120. ممكن حد يقول طب ايه الفرق؟ الفرق طبعا في الفستق انه طبعا غالي. انا بصراحه مش عارفه ازاي الكميه دي بالجمال ده ب 120 و150 جنيه. انتوا لو رحتوا السينابون وقلتوا له عايزين نزود شويه مكسرات بيحط لكم 3 عين جمل مثلا كده، واللي هو ده يزود عليها مبلغ، لكن هنا المكسرات كتير جدا ولا مخدومه جدا جدا. العلبه دي فيها الدوناتس وفيها البامبوليني، وبصوا انا عايزاكم تشوفوا الجمال ما شاء الله، يعني الحاجه بجد انا ما شفتها، ما بقتش مصدقه ان دي معموله في البيت، وحتى يعني انا حد سالت النجمه دي معموله ازاي، اتقالي معموله بعجينه السكر، فاللي هو يعني حد بيعمل حاجه حبيبها، مش اللي هو خلاص انا بعمل حاجه عشان ابعتها وخلاص، لا هي حاجه معموله بحب، والحب بصراحه باين في الحاجه. اجرب بقى البامبوليني، وفي كذا شكل، وفي منهم كريمه وشوكولاته وفي كراميل. البامبوليني ده بقى عباره عن ايه، هو زي الدونت مش مجوف كده من جوه، بيبقى من جواه بقى صوص، بيبقى مليان صوص، صوص بقى على حسب كراميل او شوكولاته او اي صوص بقى بيتطلب. ادوق بسم الله. طعمها عجبني، الصوص اللي فيها قريب من الصوص اللي في السينابون، طعمها عجبني. اجرب بقى بسرعه كده كل القطعم دي كده، من فوق في كراميل ومن جوه محشيه كراميل. هدوق بقى كده من غير الشوك. بسم الله. هي مليانه صوص، هي اصلا انا حاسه ان هي اوفر دوس حلويات، اللي هو الواحد هياخد قطعه وما يقدرش ياكل اي حاجه تاني، فبرده اللي بالكراميل طعمها عجبني. دي بقى اللي هو بالشوكولاته. بسم الله. والنوتيلا برضو طعمها حلو جدا. طيب نجرب بقى الدوناتس. بسم الله. طعمها حلو جدا، بس يعني اللي انا ما حبيتوش شويه في المضغ اللي لونه اخضر ده، مش عارفه ده ايه، زي الفرماسيل كده، لكن الصوص مع الدوناتس طعمه حلو جدا. العلبه دي بقى فيها براوني، وانا اصلا من عشاق البراونيز، دي فوقها فستق، دي شوكولاته، بس هشوفه معاكم صوص ايه. القطعه البراونيز انا دايما بروح للشوكولاته، يعني بصوا قدامي كذا حاجه وفستق ومش عارف، لا انا دايما بروح للشوكولاته. هدوق بقى بسم الله. براونيز دي بقى مش هقول لكم القطعه منها تلكم، لا يعني انا خدت قطمه خلاص احس ان انا يعني تقيله قوي، بس حلوه. وفي براونيز بالفستق، وبصوا بقى يعني لا يعني هي بصراحه يعني تحسوا ان القطعه بتبقى متكلفه، صوص الفستق وفي كمان من فوق كده فستق. بسم الله. طعمهم حلو، انا مش قادره اقول ايه احسن من ايه، طعمهم عجبني. قطعه البراونيز ب 20 جنيه، قلت لي 2 كيكه واحده ساده، يعني واحده هتلاقوها كده كيك كوكي الساده، وهنا عليها نوتيلا. اجرب الاول الساده عشان نحكم كده على الحاجه لوحدها بدون اي تاثيرات خارجيه. بصوا من جوه الكيكه عامله ازاي، في شوكولاته برده من جوه وفي شوكليت شيبس. اجرب ادوق بقى. بسم الله. كوكيز طعمها حلو عجبتني، هجرب كمان اللي بالنوتيلا. بسم الله.
طعمها برضو عجبني، بس دي بقى للي بيحبوا شوكولاتة كتيرة شوية. يعني اصلا كيك الكوكيز يعتبر مليانة شوكولاتة، وهي بتتعمل بالشوكولاتة وبالشوكليت شيبس، وصوص النوتيلا مديها طعم اقوى للشوكولاتة، فبرضو من الحاجات اللي عجبتني جدا. وسعر الواحدة 50 جنيه. الحاجات كلها ما شاء الله عجبتني جدا، بس ممكن اكتر حاجة انا حبيتها كده واللي هي بقيت الاقرب لقلبي اللي انا اصلا مش هخلي حد ياكلهم معايا، السينابون معمولة حلو جدا جدا، اكتر حاجة بجد عجبتني. كلهم حلوين بس اكتر حاجة عجبتني السينابون. الحاجات دي بقى كلها جايباها منين؟ جايباها من جروب اسمه روزا سويت سيتي. روزا سويت سيتي بجد جربوها، على الاقل حتى جربوا فتة السينابون، هتعجبكم جدا وهتبقى ادمان. كمان في الجروب ما شاء الله بتعمل تورت شكلها حلو جدا، يعني انا قلت ان شاء الله العيد الميلاد الجاي هجرب منها تورته. بتعمل تورت بكل الاشكال اللي ممكن تتخيلوها، هشوف صور على الجروب لتورت متنفذه بشكل جميل جدا، كل الاشكال اللي ممكن تتخيلوها، بس الحاجه ما شاء الله جميله جدا عجبتني. جربوها وان شاء الله مش هتندموا.